يهمني أقول حاجة. أنا طبعا بتابع، يعني بتجيلي تقرير كل حاجة، وبشوف بنفسي حتى بعض التعليقات وبعض يعني مواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس، مش بس شبابنا الحقيقة. وبعدين اللي لفت نظري هو حالة القلق المتزايدة. حالة القلق يا دكتور مصطفى إيه؟ متزايدة. وأنا أشارككم إن أنتوا تبقوا قلقانين، وده ظاهرة إيجابية، بس أنا دوري على إن أنا أطمنكم. أنا أطمنكم، مصر حريصة إنها تلعب دور إيجابي جدا، على الأقل في الفترة. أنا عايز أقول عشان ما أكونش ظالم، خلال السنين اللي فاتت كلها، حتى قبل أنا ما أكون موجود، كل اللي كانوا موجودين في الدولة كانوا حريصين إنهم يعملوا دور إيجابي في إطار فهم إن الاستقرار مهم جدا جدا لمنطقتنا ولدولتنا. فأنا عايز أقول إن نفس الخط إحنا ماشيين بيه، إحنا حريصين على الاستقرار وبنبذل جهد كبير جدا من أجل تحقيقه. وأنا عايز أقول هنا يعني محتاجين قوي نسجل بتقدير القرار اللي طلع من الجمعية العامة امبارح بعملية وقف الاقتتال والتهدئة أو الهدنة. ده مهم قوي، لأن طبعا حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد يكون لي يعني قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة. وده أمر أنا يعني برضو بسجله هنا وبحذر منه. امبارح كان في طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أي مكان، المكان اللي هي جاية منه. أنا حذرت قبل كده من إن اتساع نطاق الصراع ليس في مصلحة المنطقة.